شجرة الزيتون بولاية جيجل في غير موسمها هذه السنة، حقول بمئات الأشجار ببلدية الشحنة والطهير والأمير عبد القادر بدت خالية من الفلاحين على غير عادتها في مثل هذا الوقت من كل سنة. يقول الفلاحون أنها سابقة لم يعيشوها من قبل، والأسباب عديدة. كانت جيجل يعني رائدة في الزيتون، يعني من ناحية كما نقولوا الكمية والزيت ثاني، يعني مطلوب على مستوى الوطن. قليل اللي عنده 4-5 شكايا، ما كاش الغلب. المشكل نتاعو من المادة لافا مارس، نور الزيتون بكل، مي ما شدش، شدو ما كاش المطر. الناس عاد ما تخدمش المستمرة تاعها، عاد غير من العام لعام برك تروح تجني المحصول تاعها. فلاحون تخلوا عن حقولهم هذا الموسم بعد كل هذا القحط، كحال هذا الشيخ في 84 من العمر، صاحب أكبر مزرعة للزيتون بولاية جيجل. كان بالك واحد 10 دابة بالبريك. حنا المزرعة في إكس ديك 84 سنة. والله على العام السنة ما كانش زيتون. العادة يولد ديما ما يولد النص فيه السنة ما كانش خلاص. الغلق الاضطراري للمعاصر فرضه واقع الحال، في حين كان إنقاذ الموسم بالنسبة لآخرين استيراد الزيتون من ولايات أخرى. نتاع الغرب الثاني مش من الغرب نجيبوه، هذا من الغرب جبناه. أصحاب الشاحنات والله ديما جايين رايحين يحوسوا تيسم سيد شلف مستغانم يروحوا حتى تلمسان. وإذا كان الجفاف هو المتسبب الأول في قلة الإنتاج هذا الموسم، يبقى أمل الفلاحين سخاء السماء ليكون الموسم القادم في أحسن حال.